ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and welcome to إعلم Institute. This is teacher عبد الرحمن شاهين. How are you, Kayan? This is your course plan. Inshallah, we'll complete your course from Surah Al-Layl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. I want you, Kayan, in this surah to focus on here. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى أَعْطَى to clear the عَيْن and distinguish between عَيْن and Hamza. Don't say أَعْطَى أَعْطَى, no. أَعْطَى and here. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. And the opposite, وأما من بخل واستغنى, clear the غين, واستغنى وكذب بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. The first is لِلْيُسْرَى and the second لِلْعُسْرَى. And وَمَا يُغْنِي, clear the line. And here, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Yeah. Here, distinguish between lamb and va, make lamb light and va heavy. Here also, لا يصلى, distinguish between صاد and لام. And وسيجنبها الأتقى, الأتقى, not الأشقى. The first, الأشقى, and the second, الأتقى. Yeah, let's go to Surah Al-Duha. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Here also distinguish and focus on. Here, ما ودعك. ما ودعك. Yeah. ما ودعك. And here, ولسوف يعطيك. Clear the eye. يعطيك. And here, ووجدك فهدى. Stretch this alif six counts. فأغنى. Clear the غاي. فلا تقهر. Clear the قاف and make قلقلة. And clear the راء. فلا تقهر. فلا تنهر. Also فلا تنهر. وأما بنعمة. وأما بنعمة. Yeah, here. وأما بنعمة ربك. Clear the eye. بنعمة. وأما بنعمة ربك فحدث. Clear the fa and the end of the surah. May Allah bless you. See you inshallah in our course. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.